اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في برلين اليوم مع معالي السيد جيهون براموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك بمناسبة مشاركته في مؤتمر برلين الدولي للطاقة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.